فرصة لهطول زخات من الأمطار في أقصى شمال المملكة وطقس مستقر في باقي المناطق. التفاصيل بعد قليل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم استمرت الأجواء الباردة، واستمرت أيضا درجات الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. انتشرت أيضا كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في شمال وسط المملكة، عملت على هطول بعض زخات من الأمطار المحدودة في المنطقة الشمالية. هذه الأجواء يتوقع أن تستمر خلال اليومين القادمين مع استمرار درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية لدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة اعتبارا من نهار اليوم الجمعة وخلال بداية الأسبوع القادم. تأثيرات الكتلة الهوائية الباردة التي تأثرنا بها خلال الفترة الماضية تتراجع قليلا، لكن تستمر درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. يستمر الطقس بارد في الجبال، بارد نسبيا في باقي المناطق، شديد البرودة خلال ساعات الليل، مع انتشار طبعا لكميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة في المنطقة الشمالية والوسطى والتي تعمل على هطول بعض زخات من الأمطار في أقصى شمال المملكة. يوم السبت لا تغيير على الحالة الجوية، تستمر درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. يستمر أيضا انتشار لكميات من الغيوم في المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية والتي تستعمل على هطول زخات من الأمطار في أقصى شمال المملكة. يوم الأحد بإذن الله تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي مع اقتراب لكتلة هوائية باردة جديدة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، يعمل على انخفاض جديد على درجات الحرارة وأيضا تجدد فرص هطول زخات الأمطار في المنطقة الشمالية والوسطى. نذهب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء غالبا غائمة مع 7 درجات مئوية، كحرارة مقاسة المحسوسة 5، رطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. بالنسبة لتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة، يوم السبت 12 إلى 5 درجات مئوية مع أجواء غائمة جزئيا، يوم الأحد 11 إلى 7 مع أجواء غائمة جزئيا أيضا، وفرصة لزخات من الأمطار في خلال ساعات الليل. تستمر فرصة طول زخات الأمطار خلال ساعات نهار يوم الاثنين مع 12 إلى 7 درجات مئوية. بالنسبة لتوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم السبت، نبدأها من المنطقة الشمالية. تستمر تحت تأثير هذه الغيوم التي استعمل هطول زخات من الأمطار على فترات، إربد 15 إلى 16، جولان 14 إلى 5، جراش 14 إلى 7، والمفرق 14 إلى 4 درجات مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 14 إلى 7، البلقاء 12 إلى 5، عمان 12 إلى 5، مادب 14 إلى 4، والبحر الميت 22 إلى 12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 13 إلى 6، طفيلة 11 إلى 5، شرح 10 إلى 3، معان 18 إلى 6، والعقبة 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق 19 إلى 6، صفاوي 17 إلى 3، ورويشت 18 إلى 4، وبالتالي هناك ارتفاعات على درجة الحرارة يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، شركة جميل بسطامي وأولاده، وكلاء إطارات بريدجستون وفايرستون في المملكة، حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري، كبسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو.